الآن في الساعة 10:30 وانتظار صافرة البداية من الأستاذ خالد صلوي في هذه الصورة هنا على بركة الله في مواجهة الجبلين والثقبة من خلال هذه الجولة، الجولة 34 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى في حائل وفي هذه المدينة الرائعة، هنا في حائل وفي هذه المدينة الجميلة وفي استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، هذه المدينة الرياضية التي تستضيف هذا اللقاء، الجبلين أصحاب الأرض والذين يتابعون هذه المواجهة على هذا اللقاء، كرة سريعة بتصل إلى الجهة اليمنى، لا زالت هذه الفرصة، سلطان الشمري لعبة سريعة، كرة لا زالت في لحظاتها الأولى والتي من خلالها الكل يتابع. نعم متابع من خلال هذا اللقاء، كرة سريعة بتعود إلى قلب الدفاع وعلى انتظار بداية لهذه اللحظات، لمسة سريعة إلى ماجد هزازي، الكل يتابع، لا زالت لمسة سريعة إلى الأمام، فرصة أولى إلى عبد الله البحري ولكن الكرة بتلعب طويلة إلى الأمام في وسط الميدان، لقطة سريعة، لمسة جميلة بتصل بعد ذلك كرة ما بين سلطان الشمري والكرة الماضية ولكن إلى الجهة اليمنى. لقطة كانت سريعة هذه اللقطة، هذه لقطة يبدو لنا من المنصة الرئيسية. نعم كرة بتلعب سريعة لا زالت لصالح الجبلين. الكل يتابع لقطة سريعة وإلى عبد الله البحري استلام لهذه الكرة وتصدي جميل، كرة الماضية من عثمان مالون في اللقطة الماضية. الجبلين أصحاب الأرض بالزي الأبيض، الثقبة أصحاب الزي البرتقالي في هذه المواجهة، الكرة بتلعب سريعة برافو، ماجد الزازي لمسة من السفري عادت إلى الجهة اليمنى، ماجد في نظرة تمريرة سريعة ولكن الكرة الماضية، الكرة طالت بعد ذلك إلى رمية جانبية، رمية جانبية، اللقطة الماضية والكرة الماضية بتصل في لمسة سريعة، هذه كرة سلطان، هذه لقطة الشمري إلى عبد الله البحري في لقطة سريعة، رمية جانبية عند السفري، السفري من رمية جانبية. نعم تأخر والإجابة تحضر لي هذا التأخر من خلال هذا اللقاء ولكن رمية جانبية للجبلين بعد ذلك نعطي المعلومة التي لابد أن تكون حاضرة لجميع المتابعين والمشاهدين عبر قنوات كي إس إي سبورت. تأخر بداية هذا اللقاء، سبب التأخير هناك عدم حضور رجال الأمن أدى لتأخير انطلاق هذه المباراة. نعم لابد ومن المهم جدا نعم وجود رجال الأمن في كل مواجهة وفي كل لقاء وهذا هو سبب التأخير لكي نكون في الصورة ولكي نكون في الحدث، شاكر ومقدر لكل الرجال الحاضرين ولكل من يحضر في هذا اللقاء وأيضا على كل لقاء يتواجد من خلال رجال الأمن والمواجهة التي تكون حاضرة. نعم التأخر كان بسبب عدم حضور رجال الأمن وبعد ذلك تنطلق المباراة في وقت متأخر بعشر دقائق، معلومة تحضر في هذه اللحظات لابد أن نذكرها لكي يكون السبب واضح لكل من يتابع هذا اللقاء ولكل من يشاهد هذه المواجهة. تمريرة سريعة إلى جهة اليسار، سريعة لا زالت الثقبة العرضية ولكن الكرة الماضية برافو، برافو اللقطة الماضية، برافو اللعبة الماضية، برافو على هذه اللمسة ولكن الكرة بتصل إلى الجهة اليسرى، لا زالت في لقطة تمريرة سريعة، البحث عن سرعة في الكرة الماضية ولكن مرت بشكل رائع، مرت بشكل جميل، الكل يتابع، لمسة لا زالت مستمرة، تشاهد الجبلين في دقائق أولى وإلى حد هذه الدقيقة، لسه في وقت مبكر نتحدث عن الاستحواذ وعن الأفضلية، لسه الصورة ليست كاملة، بتصل إلى الجهة اليمنى، لا زالت هذه اللقطة، هذه اللعبة، هذه الكرة التي يكسب من خلالها عبد الله الربيع كرة ثابتة لصالح الثقبة بصفرة الأستاذ خالد صلوي. من المواجهات الجميلة ومن المواجهات الرائعة التي بصراحة نستمتع من خلالها مواجهة الجبلين والثقبة، هذه اللقطة الماضية هناك كرة إلى صالح الثقبة، كرة ثابتة في هذه الدقائق إلى الجهة اليمنى، الكل يتقدم إلى الأمام والمتابعة تبدو لنا مستمرة، كرة إلى الجهة اليمنى لصالح الثقبة في هذه الدقائق، هناك متابعة من أسامة العمدوني، أسامة التونسي يلعب كرة عالية طويلة إلى الأمام ولكن ريكاردو ريبيرو نعم 31 عاما عند البرتغالي يتصدى للكرة الماضية، يتصدى للقطة الماضية و
بكل أريحية تأتي التمريرة إلى قلب الدفاع. عبد الله حايف لمسة إلى الجهة اليسار، عادت إلى وسط الميدان، نقلة إلى الجهة اليمنى، سريعة لا زالت إلى ماجد هزازي. شاهد هناك الرتم السريع في الدقائق الأولى ما بين الفريقين، وكرة بتلعب أرضية وفرصة، ولكن برافو على عبد الله البحري، برافو نعم حارس المرمى عبد الله البحري. عبد الله عصام هذا الحارس الذي تصدى للكرة الماضية، كرة في وسط الميدان بتلعب إلى الجهة اليمنى، لا زالت هذه اللقطة، سالم حقوي انطلاقة، برافو برافو، فرصة للثقبة بتلعب العرضية. شاهد اللعب على الأطراف من كلا الفريقين في خمس دقائق أولى، تشير بأننا سنشاهد مباراة بكل تأكيد كما نشاهدها الآن مفتوحة من كلا الطرفين من مدرب الثقبة لطفي رحيم التونسي وفيليب جوفيا. فيليب 47 عاما البرتغالي الذي يقود الجبلين من خلال هذا الموسم، وأيضا هنا لطفي رحيم في هذه الصورة المدرب التونسي الذي سبق وأن درب الاتحاد هناك المنستيري في الدوري التونسي، وهنا فيليب جوفيا الذي تكون له التجربة الأولى مع الجبلين. هناك لطفي رحيم المدرب التونسي 52 عاما سبق وأن درب الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي والمحرق البحريني، وعاد إلى الاتحاد المنستيري وأول تجربة في الكرة السعودية مع الثقبة من خلال هذا الموسم. الكرة إلى ركلة مرمى لصالح الثقبة عند عبد الله البحري، ركلة مرمى عند عبد الله البحري، وهنا السفري تحدثنا عنه، إضافة لاعبين خبرة، تشاهد لاعبين خبرة في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، يعطي هناك إضافة بكل تأكيد كما تحدثنا، لاعبين الخبرة، لاعبين المواليد، لاعبين المحترفين، لاعبين الشباب، كل لاعب عنده إمكانيات رائعة، هناك أسماء برزت بشكل رائع في هذا الموسم، في الحزم لا ننسى، في الجبلين لا ننسى، في الفيحاء لا ننسى، وأيضا هناك في عدة أندية لا نريد أن نذكر أسماء وننسى أسماء، ولكن بشكل عام نعطي هناك الصورة الكاملة على هذه المسابقة. رمية جانبية لصالح فريق الثقبة في هذه الدقائق، هذه اللقطة الماضية كارلوس ديمورا الهداف الذي يكون ثاني هداف في مستوى الهدافين في هذه المسابقة، الأول الحاج عثمان باري من فريق الحزم 18 هدفا، يأتي بتعادل في الأهداف، بعد ذلك يليه كارلوس ديمورا، وهناك إبراهيم دياموندي مع أحد، وإبراهيم تانديا من الحزم ولكن من فريق الجبلين يتواجد بكل تأكيد، هناك أسماء عديدة على مستوى هذا الفريق وتشارك على مستوى هذا الفريق في عدة مناسبات وفي عدة جولات، كارلوس ديمورا وأسماء عديدة بمساعدة وبمساندة عثمان مالهم. هذه اللقطة الماضية وهذا الأوفسايد الأول في هذا اللقاء كان على سالم حقوي يبدو لي. أيضا من الثقبة هناك أمير العمراني 12 هدفا، هداف فريق الثقبة الذي لا يبدأ أساسيا في هذا اللقاء من تشكيلة الرسمية للطفي رحيم، قد تكون ورقة بكل تأكيد في الشوط الثاني، هو إضافة بشكل كبير جدا للثقبة على مستوى المواسم وعلى مستوى الجولات وعلى مستوى المباريات. الكرة السريعة إلى أسامة عمدوني، لعبة سريعة قصيرة، الكرة الماضية لم تصل بشكل مطلوب، السفري وكرة ثابتة بعد تدخل السفري في اللقطة الماضية، بعد تدخل السفري في الكرة الماضية وحديث ما بينه وما بين حكم اللقاء الأستاذ خالد صلوي، وكرة ثابتة، هذه اللقطة، هذه الكرة، تدخل كان واضح من السفري، تدخل كان واضح في اللقطة الماضية، كان على خالد عبد المنعم اللاعب الذي يلعب كصانع لعب، اللاعب الذي يلعب في وسط الميدان، وفي الكرة الماضية يكسب كرة ثابتة من أمام السفري، كرة ثابتة لصالح خالد عبد المنعم في هذه اللقطة، كرة ثابتة في وسط الميدان بتلعب سريعة، نقلة إلى الجهة اليمنى، لا زالت الكرة الماضية لصالح الثقبة، انطلاقة إلى الأمام، والكرة الماضية عشوائية بدون عنوان، عشوائية بدون عنوان، الكرة الماضية طالب فيها كرة ثابتة، ولكن حكم اللقاء لم يعطي فيها حديث ولم يعطي فيها
قرار مبدأ تحف الكرة الماضية إلى الجهة اليمنى. سريع على زالة هناك لمسة بتصل في وسط الميدان لصالح الجبلين. تحدثنا عن أرقام عديدة قبل انطلاقة صافرة البداية، ولكن لازلنا نتحدث عن أمور قد تتغير وقد تختلف. الثقبة الفوز في هذا اللقاء بكل تأكيد مهم أيضا للثقبة والجبلين في هذه المواجهة. الجبلين فوزة في هذا اللقاء قد يقرب، ولكن على حسب مباراة الفيحاء من أمام هجر في هذا اليوم. نتحدث عن الفيحاء ب 73 نقطة، الجبلين فوزة في هذا اللقاء يصل إلى 69 نقطة، يقلص الفارق النقطي ما بينه وبين الوصيف، ولكن الطائي من الخلف قد يزاحم الجبلين على المركز الثالث. بينما نتحدث عن فريق الثقبة فوزه في هذا اللقاء يصل إلى 33 نقطة، ويصل بعد ذلك على نتائج على نتيجة مباراة البكرية. البكرية الذي يواجه غدا أحد. فوز البكرية بكل تأكيد سيجعل الثقبة بنفس المركز، ولكن خسارة البكرية ستعطي هناك دافعا للثقبة. أمور مختلفة، مسابقة تعطي هناك منافسة قوية على مستوى النقاط. الكرة تلعب طويلة لصالح الثقبة، فيها فرصة، فيها لقطة، فيها إعادة، فيها استعادة لهذه الكرة، ولكن برافو على الدفاع، برافو على إنقاذ الموقف. لمسة إلى وسط الميدان، السفري لازال في كرة سريعة، ولكن الكرة بتعود إلى وسط الميدان لصالح الثقبة. عادت إلى الخلف، لمسة مستمرة، كرة بتلعب بشكل هادي جدا، بتعود إلى الدفاع، نظرة إلى الأمام، تمريرة، ولكن إلى الرمية جانبية لصالح الجبلين في هذه اللقطة. حديث أسامة عمدوني والكرة الماضية بالسلامة للاعب فريق الثقبة السقط على أرضية الميدان. بالسلامة في هذه الكرة، بالسلامة في هذه اللعبة، هذه الكرة الماضية وهذه لقطة بتدخل كارلوس ديمور. لقطة كانت حاضرة، وهنا الاطمئنان على سلامة لاعب الثقبة السقط على أرضية الميدان. كرة إلى رمية جانبية لصالح الجبلين، الرمية الجانبية بتلعب سريعة إلى الخلف إلى قلب الدفاع. تتحدث عن دقائق أولى ووصلت إلى قرابة الربع ساعة. كارلوس ديمورا، كارلوس ديمورا في تمريرة إلى سلطان الشمري، هذا اللاعب الذي تحدثت عنه في مواسم ماضية، اللاعب الذي عنده إمكانيات رائعة، واللاعب الذي يفرض نفسه في كل لقاء بصراحة. ما شاء الله على بعض اللاعبين على ثبات المستوى وعلى إفراض أنفسهم وعلى الثقة الدائمة في أرضية الميدان. الكرة بتعود إلى السفري، نظرة إلى وسط الميدان، سلطان شمري بتعود إلى الجهة اليمنى، هناك من خالد، شوية يبحث من خلاله، خالد مر، خالد عدى، خالد تجاوز الجميع في الكرة الماضية، ولكن الدفاع يستعيد الكرة. لمسة إلى الجهة اليسرى، سريعة هذه اللقطة، سريعة هذه الكرة بتعود إلى الجبلين، برافو سلطان، لازال سلطان بمهارة، لمسة إلى كارلوس ديمورا وعثمان. مالوم سريع يا جماعة، مالوم ما شاء الله، مالوم ما شاء الله، سريع سريع سريع، لا تجعلوا له مساح، يستغل المساحات، لاعب عنده إمكانيات كبيرة على مستوى الأطراف في الجهة اليسرى وفي الجهة اليمنى. هزازي في موقف الأوفسايد بذكرياته مع النصر، هذا هو ماجد هزازي بذكرياته مع النصر بلعباته الرائعة، اللاعب الذي عنده خبرة كبيرة، الراية حاضرة، وهنا حكم اللقاء بكل هدوء في هذه النظرة، هذه اللقطة الماضية، هذه الكرة الماضية والتي لم يعطي من خلالها قرار، اللقطة التي مر من خلالها شوية من أمام اللاعب قلب الدفاع في الكرة الماضية أسامة السليم، لمسة وإلى كرة لي صالح، يبدو لنا ثقبة. حديث من حكم اللقاء في الكرة الماضية مع هزازي، حديث في الكرة الماضية مع هزازي، هزازي الذي مثل عدة أندية يحضر مع الجبلين بلا شك، اللاعب الذي لعب مع أندية حاضرة في الدوري كأس المحترفين. وهذه اللقطة الماضية
والكرة السريعة لصالح الثقة، فيها فرصة، فيها فرصة لهدف أوله. لقطة جميلة ولكن الراية حاضرة، كرة أولى والراية حاضرة للمرة الثانية للثقبة. كرة سريعة بتصل إلى قلب الدفاع، لمسة إلى جهة اليسار، عادت هذه الكرة سريعة لا زالت، لمسة كانت مخادعة للدفاع بكل تأكيد، ولكن الراية حاضرة هناك من المساعد الثاني محمد الونيان الذي لا زال برايته في الكرة الماضية. لمسة إلى الجهة اليمنى، الرتم السريع يجعلك تستمتع في كل كرة، تستمتع في كل لقطة، تستمتع في كل لمسة وفي كل هجمة سريعة. الكرة تعود إلى صالح الجبلين، وسط صراعا ما بين اللاعبين هناك والأقدام في الكرة الماضية، كرة ثابتة لصالح الجبلين. هذه كرة عبد الإله بخاري اللاعب الذي مثل نادي الخليج واللاعب الذي حضر مع النادي الأهلي. هذه الكرة الماضية يبدو لي أكثر من لاعب في موقف الأوفسايد، خط الدفاع والمنظومة الدفاعية للجبلين كانت في موقف سليم للغاية وكسب من خلال الأوفسايد الجبلين. الكرة بتصل إلى الجهة اليسار، عثمان خطير مالوم سريع يرسل كرة خاطئة إلى أسامة عمدوني، عمدوني يبحث عن المساندة، بتصل إلى جهة اليسار، استلام، متابعة، مهارة، ولكن يكسب من خلالها كرة ثابتة، يكسب من خلالها كرة ثابتة في الجهة اليسرى. هذه الكرة الماضية وهذه لقطة عبد العزيز مطير، كرة بالطول على ريكاردو ريبيرو 31 عاما حارس البرتغالي 31 عاما الحارس الذي يقدم إضافة كبيرة بلا شك. هناك لاعبين محترفين قد نشاهدهم بعد وصول الأندية التي تقترب إلى الوصول وإلى التأهل رسميا إلى دوري كأس المحترفين، قد تشاهد هناك لاعبين حاضرين في دوري الأمير محمد سلمان الدرجة الأولى وأيضا مستمرون إلى تأهل مع فريقهم وأنديتهم إلى دوري كأس الأمير محمد سلمان. هذا يعطي ثقة كبيرة جدا ويعطي هناك استمرار لعدة لاعبين وإضافة لعدة نجوم في هذه المسابقة. الكرة تصل إلى وسط الميدان، تعود إلى قلب الدفاع، سريعة الكرة الماضية إلى جهة اليسار، عبد الإله بخاري الظهير الأيسر يلعب له الكرة ولكن الكرة بتعود. لا زالت كل التوفيق بلا شك للأندية السعودية في أبطال آسيا، بلا شك نتمنى التوفيق لجميع الأندية المشاركة في أبطال آسيا، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الشاب، ونتمنى التوفيق أيضا لمنتخبنا الوطني الحاضر في النسخة القادمة لكأس العرب الذي حضر باعتماد الفيفا بالنسخة الأولى المقام في الدوحة. هناك إضافات رائعة وأيضا أيام جميلة تحضر من خلال هذه الأيام ومن خلال هذا الشهر الفضيل الذي نحن وإياكم نستمتع في كرة القدم على مستوى الكرة المحلية والكرة العالمية والكرة الجميلة التي اعتدنا على رؤيتها ووجودها من خلال أجواء المستديرة. كرة ثابتة لصالح الثقبة في اللقطة الماضية، كرة ثابتة ومن صافرة خالد صلوي في هذه اللقطة يكسب كرة ثابتة. هناك خالد عبد المنعم اللاعب الذي يكسب كرة ثابتة من أمام عبد الإله بخاري، أسامة العمدوني المختص للكرات الثابتة، كرة ثابتة في وسط الميدان، اللعب بكرة طويلة إلى الأمام والحل الدائم والفرصة الرائعة في الكرة الماضية ولكن وصلت إلى ريكاردو ريبيرو. واللقطة الماضية التي كانت من أمامي هناك عبد الإله أربعة ولكن اللقطة مرت وإلى رمية جانبية. هذه اللعبة وهذه الكرة وهذه المتابعة من دفاع الجبلين وتصدي رائع من ريكاردو ريبيرو في الكرة الماضية، الكرة التي وصل من خلالها ريكاردو ريبيرو. حكم اللقاء يوقف اللعب للحظات هناك بالسلامة لريكاردو ريبيرو. نشاهد هنا في هذه اللقطة يبدو لي ريكاردو ريبيرو يعاني من بعض الألم قبل بداية هذا اللقاء، ولكن يبدو لي مشاركة هذا الحارس واجبة وحاضرة وعند بعض اللاعبين وحراس المرمى الحاضرين حضورهم في مثل هذه المواجهات وتحملهم للمسؤولية
يعطي هناك بلا شك ثقة كبيرة في أرضية الميدان وعلى مرمى فريقه. يستغل مدربي الفريقين بإعطاء التوجيهات المستمرة لطفي رحيم فيليب. هناك فيليب جوفيا المدرب الحاضر البرتغالي هنا يعود إلى هذه الأجواء. ريكاردو ريبيرو الحارس المتمكن، نعم حارس الذي بدأ في النادي البرتغالي. هناك مورير ينسي بعد ذلك انتقالاته ما بين الأندية البرتغالية، أول تجربة في الكرة السعودية والحاضر مع الجبلين في هذه المسابقة. آخر فريق مثل قبل حضوره مع الجبلين وقبل وصوله إلى الجبلين كان مع باكوسا دي فريرا. هناك الفريق البرتغالي لم يحترف تماما ولم ينتقل إلى أندية خارج مسابقة بلده في البرتغال، ولكن أول تجربة احترافية لريكاردو تحضر أمامنا هنا مع الجبلين. الكرة تصل إلى الجهة اليسرى بكل تأكيد تمثل له شيء كثير عندما تشاهد لاعبا يحضر في مثل هذه المسابقات. كرة إلى ماجد هزازي بتعود إلى الخلف، لمسة مستمرة في وسط الميدان. شاهدنا من الثقبة هناك خالد عبد المنعم وأيضا العمدوني أسامة. شاهدنا مع الجبلين يتواجد كل من كارلوس ديمورا وعثمان مالوم، بينما دييغو ميراندا البرازيلي الذي يحضر هنا في هذا اللقاء. ولكن إلى حد هذه اللحظة هناك علامات استفهام كثيرة. ثلث ساعة أولى ولقطة من سلطان الشمري وإلى ركلة مر. نعم دييغو ميراندا الحاضر في محور ارتكاز القادم من دوسول، وهنا السفري الذي يظهر في هذا الشوط إلى حد هذه اللحظة. كرة إلى ركلة مرمى، حارس الشاب عبد الله البحري على تنفيذ ركلة المرمى. عبد الله يلعب له كرة طويلة إلى الأمام بالطول، بعد ذلك بتصل إلى كرة راسية بتعود إلى الجهة اليمنى. هزازي يشتت الكرة بعيدا إلى وسط الميدان. عثمان مالوم يبحث عن المساحة الكافية لكي يأتي بالسرعة القصوى. لاعب عنده إمكانيات ومهارة فردية عالية وحلول أيضا فردية. الكرة تصل إلى الجهة اليمنى، فرصة للثقبة، فرصة يا سلام على العمدوني، ولكن الكرة الماضية لا تمر ولا تتخطى الدفاع. عادت إلى الجهة اليسار لصالح الجبلين. نصل إلى ثلث ساعة مشاهدينا متابعينا عبر قنوات كي سي سبورت ومن خلال هذا الملعب وفي أجواء حائل وفي مدينة حائل، مدينة الكرم والجود. نعم من المدن الرائعة بلا شك، جميع المدن جميلة ورائعة، ولكن عندما ننتقل إلى حائل وننتقل إلى الشمال وننتقل إلى الجنوب وننتقل إلى الشرق وننتقل إلى الغرب، نعم هناك صفات تحضر في كل مدينة وهناك قصة تحضر في كل مدينة. ولكن من سيروي القصة الأكبر في هذا اللقاء؟ بالسلامة لي عمدوني في الكرة الماضية بعد مشاركة تحضر وكرة ثابتة في اللقطة الماضية. بالسلامة لي عمدوني وكرة ثابتة في هذه اللقطة. بلا شك أسامة عمدوني نعم يريد الاستمرار وجميع زملاء يريدون استمرار أسامة عمدوني. إضافة في وسط الميدان، لا يبحثون عن استبدال اضطراري وتبديل اضطراري. هناك يتواجد أيضا في دكة البدلاء أمير العمراني، أحد الأسماء الرائعة وأحد الأسماء الجميلة وأحد الأسماء التي برزت بشكل كبير على مستوى دوري الأمير محمد السلمان لأندية الدرجة الأولى. ثقبة على فكرة المعلومة المعلومية، هناك ثقبة في الدوري الأول. يعني هذه المسابقة وهذا الدوري بصراحة صعب وبصراحة يصعب على جميع الفرق. تشاهد ملامح الصمت الواضحة على لطفي رحيم ونظراته إلى العمدوني. هذه المسابقة ودوري الأمير محمد السلمان لأندية الدرجة الأولى صعب جدا لجميع الفرق. الثقبة كان في المراكز المتقدمة في بداية هذا الموسم وهو كان متأهل وحاضر كبداية هذا الموسم ومشاركته الحاضرة وكان في المراكز المتقدمة، ولكن الأمور تنعكس بشكل سلبي في الدور الثاني. اليوم يبحث عن المراكز والمناطق الدافئة في
سلم الترتيب، بينما الجبلين الحاضر بشكل رائع والجميل، وإلى حد هذه الجولة يبحث عن الوصول إلى التأهل رسميا إلى دوري كأس المحترفين. الكرة تصل عرضية الزازي، وكرة جميلة ورائعة ولكن تصدي من البحري. برافو على كرة جميلة، برافو على كرة عرضية، لعبة كانت رائعة من ماجد هزازي وتصدي جميل من عبد الله البحري. هذا ماجد، هذه كرة ماجد وهذه لقطة ماجد هزازي، تصدي وإنقاذ للموقف من عبد الله البحري بعدما كرة كانت قريبة من كارلوس ديمور. لاعب هداف وخطير، لديه 18 هدفا، رقم كبير جدا عندما تتحدث عن جولات عديدة، تتحدث عن مباريات، تتحدث عن ضغط متواصل، تتحدث عن أيضا مشاركة مستمرة ما شاء الله بصراحة على 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 أغلب اللاعبين. الكرة تعود، لمسة وفرصة للثقبة، ولكن الكرة الماضية عبد الإله بخاري، ولقطة سريعة وإلى إلى ماذا؟ قرار يحضر من حكم اللقاء وبطاقة صفراء أولى في هذه المواجهة، البطاقة الصفراء الأولى من صالح عبد الله الربيعة. نعم، من صالح عبد الله الربيعة. نشاهد اللقطة الماضية، نشاهد الكرة الماضية، عبد الله الربيعة شاهد الكرة، شاهد هذه اللقطة، عبد الإله استخلاص وابعاد الكرة من عبد الإله بخاري كان بالشكل السليم والواضح أمامنا في هذه الصورة. حكم اللقاء خالد صلوي من الحكام المميزين الذين يتواجدون أيضا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأندية المحترفين. لقطة كانت رائعة وبطاقة صفراء كانت يبدو لنا مستحقة لعبد الله الربيع التي تقبلها بكل صدر رحب في اللقطة الماضية. نعم، عندما يكون حكم اللقاء متواجد في زاوية واضحة يعطي أريحية في اتخاذ القرار. كان هناك أريحية في اتخاذ القرار، وكان هناك وكانت هناك عين قريبة من الكرة الماضية، وهي عين عيون حكم اللقاء الأستاذ خالد صلوي. ركلة مرمى عند عبد الله البحري، بتلعب طويلة إلى الأمام، الكرة بتصل إلى وسط الميدان، لمسة سريعة ولكن بتصل طويلة إلى ريكاردو ريبيرو بمبدأ الأمان، وإلى رمية جانبية لصالح الثقبة. لا نقول الجبلين أفضل ولا نقول الثقبة أفضل، مباراة إلى حد هذه اللحظة يعني يتقاسم الفريقين بصراحة إلى حد هذه الدقيقة، تنقسم إلى الفريقين بكل صراحة إلى حد هذه الدقيقة. لا توجد أفضلية ولا يوجد استحواذ ولا توجد فرص خطيرة بشكل حقيقي سوى بعض من اللقطات وبعض من اللمحات من الفرص القريبة. الكرة من رمية جانبية، بتلعب طويلة للثقبة، رأسية بتعود، لا زالت فرصة، الثقبة في لمسة وتسديدة بتعود إلى عبد الإله بخاري، يبحث عن من؟ عن عثمان مالوم يفكر في المرور، وإلى رمية جانبية لعثمان، إلى رمية جانبية لعثمان، ولكن برافو لخالد عبد المنعم يعود إلى المنظومة الدفاعية، يقدم مهام دفاعي واضح في الكرة الماضية. رمية جانبية بتعود إلى الخلف، لمسة بتصل إلى قلب الدفاع، يبحث عن بناء هجمة من الخلف وعن بناء حلول حاضرة من الأطراف من هذه الكرات. الكرة بتصل إلى الجهة اليمنى وبتلعب عرضية ولكن تصدي رائع، برافو يا عبد الله البحري، تصدى للكرة الماضية، لم تصل إلى هذا اللاعب عثمان مالوم. عبد الله كان أقرب من الجميع في اللقطة الماضية. عبد الله عصام يرسل كرة طويلة، يا سلام، الله على تمريرة جميلة من عبد الله، لمسة إلى وسط الميدان، فرصة سريعة عادت إلى الجبلين. سرعان ما تعود الكرة، سرعان ما يستعيدها الفريق الآخر. تشاهد الجبلين يأتي باستلام الكرة، لاعبي الثقبة يأتون بالضغط الكامل على حمل الكرة، تشاهد لاعبين الثقبة يأتون بالكرة وبعد ذلك لاعبي الجبلين يستعيدونها بشكل سريع. هناك ضغط كامل على 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 حامل الكرة، هناك بريس عالي بمعنى كرة القدم، الضغط المتواصل على حامل الكرة، لا توجد حلول كبيرة جدا. تشاهد المنظومة الدفاعية حاضرة لكل الفريقين، ولكن هنا فرصة، بخاري مر، عبد الإله هذه جميلة، هذه رائعة، عبد الإله بخاري، ولكن الكرة فيها فرصة وإلى ركلة ركنية
يبدو لنا لصالح الجبلين في هذه الدقائق. برافو على الكرة الماضية، برافو على الكرة الماضية. محمد باع عظيم الذي أخرج الكرة الماضية، هذا اللاعب المحور وهذا عبد الله بخاري. نعم منافسة واضحة في هذه الدقائق. عبد الله يأتي بالتوجيهات في هذه الفرصة، ركلة ركنية لصالح فريق الجبلين. الكرة بتلعب عالية طويلة راسية كارلوس ديمورا، بتعود إلى الخلف إلى الجهة اليسرى، تمريرة إلى الأمام يبحث من خلالها كارلوس، خطف الكرة ديمورا، خطف الكرة، عرض بشكل جميل، فرصة للجبلين، لا زالت فرصة هدف وفرصة جول 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 جول. دييغو ميراندا اختفى في نصف ساعة كاملة، ولكن ظهر في لقطة تمحي جميع الأحاديث وجميع الأقاويل وجميع الكلام تماما. نعم هذا البرازيلي بعد جهد كبير جدا من دييغو ميراندا ومن كارلوس ديمورا هو الذي حضر في اللقطة الماضية. الله على فارس الشمال، الله على الجبلين في لقطة رائعة. شاهد الكرة من خطأ دفاعي كارلوس ديمورا، عرض بشكل جميل، راسية كانت خاطئة، استلم الكرة، فقد توازنه، عاد للكرة الماضية، ولا زال في هذه الفرصة يسجل هدف أول. دييغو ميراندا يرد على الأحاديث السابقة، أنا هنا. نعم في هذه الفرصة الواضحة من مرمى الثقبة، برافو يا كارلوس. الهداف يصنع هدف من أقدامه لدييغو ميراندا. البرازيلي، هذه لغة جميلة ولعبة رائعة، هذه لمسة جميلة وكرة جميلة ورائعة، ومن زاوية واضحة في لقطة الهدف وردة فعله. هناك دكة البدلاء وأيضا الطاقم الفني والإداري الحاضر من الجبلين. هدف أول ليعطي أفضلية للجبلين. نعم في شوط أول تحدثنا عن الشوط الأول، تحدثنا عن هذه الدقائق. جبلاوي العب وإحنا لك سند، شعار واضح من مجلس جمهور فريق الجبلين في هذه اللقاء وفي هذه المباراة وفي هذه الجولة. فرصة سلطان 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 شمري، ولكن الكرة الماضية بالطول وإلى ركلة ركنية. سلطان في اللقطة الماضية نصف ساعة أعطتنا بأن المباراة تشير بأننا سنشاهد هدفا قادم. لمن ومن سيكون ومن هو صاحب الهدف ومتى سيأتي الهدف؟ كل هذه الأسئلة أتى بإجابة عن الجميع ينوب هو دييغو ميراندا. سلطان يلعب لك كرة عالية طويلة راسية، لمسة ولقطة. الله على كرة رائعة في اللقطة الماضية، فرصة خطيرة للجبلين. شاهد الارتقاء، شاهد الكرة الماضية. يبدو لي عثمان مالون في الكرة التي مرت، عثمان يبدو لي في الكرة الماضية، وإلى ركلة مرمى مرت بسلام على مرمى الثقب. الكرة بتلعب عالية طويلة من عبد الله البحري، عشوائية بدون عنوان إلى رمية جانبية لصالح الجبلين. يا جماعة لو تشاهدون مباراة أبناء الشمال، لو تشاهدون مباراة حاضرة في هذه المسابقة، لو تشاهدون جولة تجمع ما بين الجبلين والطائي والطائي والجبلين، حكاية أخرى على مستوى هذه المسابقة. إن ذهب الجبلين إلى دوري كأس المحترفين وإن ذهب الطائي أيضا إلى دوري كأس المحترفين، هناك أمور سنشاهدها بعد بحول الله إزالة هذه الجائحة وإزالة هذه الغمة الحاضرة علينا جميعا بحول الله. ما لنا للدعوات ونتمنى أن نشاهد هذه القمة التي تحضر في مثل هذه الجولات، الجبلين والطائي والطائي والجبلين. اليوم نشاهد أيضا الجبلين والثقبة، الجبلين يلعب وكأنه حاضر في جولات ماضية. كرة مرت سريعة، الكرة الماضية كرة سريعة مرت. الثقبة ليس بمستوى
يعني بمستوى بعيد عن الجبلين، ولكن تشاهد بعد الهدف الأول الجبلين يبدو لنا يتنفس الصعداء في هذه الدقائق ويريد إنهاء الشوط الأول بهدف ثاني. إلى حد هذه اللحظة الكرة تصل إلى ركلر كليبت، لعب سريعة إلى سلطان، سلطان شمري عالية طويلة وصلت إلى الجهة اليسرى لصالح الجبلين. فيها فرصة، فيها فرصة، فيها لقطة، فيها كرة، البحث في هذه اللقطة، ولكن الراية تبدو لي حاضرة، الراية تبدو لي حاضرة من المساعد الأول عمر الجمل. هذا الواضح أمامنا في الصورة، هذه الكرة، هذه اللعبة. نعم نعم، برافو 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 على المساعد الأول الأستاذ عمر الجمل. في مثل هذه اللقطات يصعب على المساعدين رفع الراية، في مثل هذه الزوايا يصعب على المساعدين رفع الراية، يعني حالة صعبة جدا. ولكن بوجهة نظري، نعم ليست بوجهة نظر الحكام، يبدو لي لهم هناك نظرة أخرى واختصاص أكبر، وبلا شك يقدمون الإضافة الكاملة. نحن جميعا خلف الطاقم التحكيمي السعودي في المسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وأيضا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأندية المحترفين، لنا منا نحن ومن جميع الحاضرين كل الدعم، قدموا كل ما بوسعكم، ولنا ومنا نحن بالمعنى الصح الدعم الكامل، لأننا نفخر جميعا بحضوركم في كل لقاء. الكرة طالت، اللقطة الماضية مرت بشكل سهل على فريق ثقبة وإلى ركلة مرمى لصالح عبد الله البحري. في نصف ساعة مشاهدين متابعين أينما كنتم عبر قنوات كيس سبورت، الجبلين يقدم شوط أول رائع، وأيضا الثقبة قدم شوط أول رائع بصراحة، ولكن من كرة رائعة ومن كرة جميلة كانت من كارلوس ديمورا بعد خطف الكرة بخطأ اندفاعي في الدقائق الماضية وبعرضية إلى دييغو ميراندا. هذا كارلوس ديمورا إن لم يسجل يصنع، وإن لم يصنع يحضر ويكون له حضورا في اللقاء كاملا. برافو، هذا هو المحترف، وأيضا المحترفين الحاضرين والمحليين وأيضا المواليد الذين أتحدث عن الجميع وبصورة عامة عن هذه المسابقة التي تبرز بأسماء كبيرة جدا. الكرة طالت والسفري يكسب من خلالها كرة لصالح فريقه، هذا السفري وكرة ثابتة لصالح فريق الجبلين عند ريكاردو ريبيرو، عندما يأتي هدفا في هذه المواجهة وفي مواجهات كرة القدم نستمتع بلا شك عن من 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 من, من الوصفة ومن التعليق ومن المباراة، تذهب إلى 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 رتم سريع، تذهب إلى 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 صورة رائعة بلا شك. متعة كرة القدم بالأهداف، إن حضرت الأفضلية، إن حضرت الحلول لكرة القدم، إن حضرت جميع العوامل في كرة القدم، ولكن العامل المهم هي أو هو الهدف الذي يعطي هناك أمورا رائعة في أجواء المستطيل الأخضر وأيضا في أجواء الوصف والحدث على جميع المباريات وعلى جميع الجولات. كرة في وسط الميدان وكرة ثابتة لصالح الثقبة، لقطة ماضية كانت حاضرة ما بين ماجد هزازي في الكرة الماضية وعبد العزيز المطير، حديث من حكم اللقاء وصافرة وكرة ثابتة. نعم، على بعد 7 دقائق من الوقت الأصلي، من نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول، شوط أول رائع بصراحة، رتم سريع من كلا الفريقين، الجبلين قدم شوط أول جميل، الثقبة قدم شوط أول جميل أيضا، ولكن من كرة حاضرة كانت من كارلوس ديمورا أعطى هدفا رائعا للجبلين. الكرة إلى الجهة اليمنى، هنا لدينا دييغو ميراندا يأتي بالكرة الماضية، يتحصل على كرته ولكن استعاد الكرة بشكل رائع هناك من عبد العزيز المطير، عادت اللقطة الماضية سهلة إلى قلب الدفاع، بتعود من أسامة السليم، بتصل إلى جهة اليسار، طويلة إلى الأمام، فرصة لصالح الثقبة إلى الجهة اليسرى، يبحث من أمام ماجد هزازي من خلال هذه اللقطة، واحد على واحد ممكن يمر، ممكن يعدي، لمسة سريعة الكرة الماضية، ولكن الكرة بتعود إلى الدفاع، أبرافو الكرة الماضية، بتعود إلى الدفاع في اللقطة الماضية وفي الكرة الماضية وإلى إلى كرة وركلة ركية تبدو لي لصالح فريق الثقبة.
نعم الهدوء التام عند خالد صلوي من الحكام الذين يتميزون بالهدوء التام داخل أرضية الميدان. هذا يعطي بلا شك هناك الالتزام بالهدوء أيضا للاعبين، ينقل صورة أيضا للاعبين داخل أرضية الميدان. العبوا كرة قدم لكي نستمتع سويا في أجواء كرة القدم. ركلة ركلية بتلعب هناك من العمدوني عالية، راسية طالت الكرة الماضية، كارلوس ديمورا عادت، هل فيها تسديد؟ ولكن اللقطة من الدفاع بطول إلى الأمام، تعود إلى الدفاع مرة أخرى لثقبة، لمسة إلى الجهة اليمنى، لا زالت الحفاظ على الكرة من أمام المحور، دييغو ميراندا صاحب الهدف الوحيد في هذا اللقاء. عبد الله بخاري يلعب له كرة طويلة، الرتم سريع والدقائق تمر بشكل رائع، تشاهد مباراة سريعة للغاية، مباراة جميلة، الكرة لا تتوقف. الشوط الأول عنوانه الكرات السريعة، الشوط الأول الذي يأتي بصورة رائعة وبلوحة يرسم من خلالها كلا الفريقين لوحة جميلة. ولكن من هو الرسام والفنان التشكيلي الذي ينهي هذه الرسمة في هذا اللقاء وهذه اللوحة؟ ومن الذي سيكون حاضرا في هذه الجولة من خلال هذا اللقاء؟ الكرة تصل إلى ماجد هزاز، انطلاقة إلى سلطان شمري، نظرة إلى الأمام، عادت وإلى رمية جانبية، يقسم من خلالها الجبلين، رمية جانبية، لا زال ثقبة يبحث بعد تلقيه الهدف الأول، يبحث عن حضوره في الشوط الأول بهدف التعادل، لا يريد خروجها الشوط الأول ولا يريد انتهاء الشوط الأول بهذه النتيجة بلا شك. وأيضا الجبلين لا يريد انهاء الشوط الأول بهذه النتيجة، لأن الفارق الذي يحضر في كرة القدم فارق 1-0 ليس هي من النتائج الصعبة، وليس الفارق الذي يعطي أريحية تامة هناك اطمئنان تام على مستوى كرة القدم. الكرة بتلعب عالية طويلة، راسية سريعة، وكرة أرضية على هذه اللقطة، مرت الكرة الماضية وإلى ركلة مرمى. هذا عبد الله حايف في الكرة الماضية، عبد الله حايف في اللقطة التي مرت، وهذه الركلة ركنية من سلطان الشمري الكرة الماضية. عبد الله حايف أعطى كرة جميلة، بعد ذلك التسديدة كانت هناك من اللاعب محمد آل حميد اللاعب الحاضر في اللقطة التي مرت. أسامة السليم لاعب فئات سنية مع نادي الاتفاق، حضور أيضا مع العروبة يبدو لي في إعارة، هناك إضافة كبيرة بلا شك. أسامة السليم من اللاعبين الشباب الذين يقدمون هناك حلول كبيرة جدا، ومن اللاعبين الذين لديهم مستقبل كبير بلا شك. أسامة السليم الحاضر أيضا هنا مع ثقبة في قلب الدفاع، الكرة من رمية جانبية بتلعب عالية طويلة، راسية جميلة مرت إلى ريكاردو بيريرا. معلومة، أسامة السليم قلب الدفاع، حضر مع عبد الله البحري حارس مرمى الثقبة أيضا، زميلة بنادي الثقبة وزميلة في مسيرته في كرة القدم إلى حد هذا اليوم، منذ فئات سنية هناك في نادي الاتفاق، اليوم بنفس الفريق، الشعار يختلف ولكن الأمل واحد والحلم واحد والطموح واحد. اليوم يلعبون ليس مع الاتفاق بل يلعبون مع الثقبة، الفريق الآخر المتواجد في المنطقة الشرقية وبالتحديد في مدينة الخبر. الكرة تصل إلى وسط الميدان، بتلعب إلى ماجد هزازي، يوقف على كورته في هذه اللقطة، تمريرة إلى سلطان شمري، عادت إلى ماجد هزازي، نظرة إلى وسط الميدان، متابعة سريعة، الكرة تصل إلى جهة اليسار إلى عبد الله بخاري، تمريرة إلى عثمان مالوم الذي بصراحة لم نشاهد جميعا في الشوط الأول، يبدو لي الكرات لم تكن حاضرة لعثمان مالوم بشكل كبير، والمنظومة الدفاعية أيضا الحاضرة للثقبة منعت حلول عثمان في أكثر من لقطة. الكرة تعود إلى قلب الدفاع، أسامة سليم برافو، تمريرة إلى جهة اليسار لصالح الثقبة، ابتلاعب طويلة إلى الأمام وبعد ذلك إلى رمية جانبية. آخر دقيقة من الوقت الأصلي، أينما كنتم كل من يتابع هذه الجولة وهذه المسابقة، مشاهدينا متابعينا، لكل من يستمتع في هذا اللقاء
ولكل من يتابع هذه المواجهة عبر قنوات كاس سبورت الناقل الحصري على هذه المسابقة. نستمتع في هذه الجولة ومن هذه المواجهة. 1-0 لفارس الشمال الجبلين من أمام الثقبة الحاضر من المنطقة الشرقية والضيف بلا شك في أرضية الميدان، ولكن قد يكون اليوم ضيفا ثقيلا بعد مستوى رائع قدمه في الشوط الأول رغم التأخر بهدف إلى حد هذه الدقيقة. دقيقتين كوقت بدأ ضايع حسب حكم الإقالة الأستاذ خالد صلوي. نعم فارق 1-0 ليس الفارق الذي يعطي أريحية تامة إلى بداية الشوط الثاني، ولكن دقيقتين كوقت بدأ ضايع قد تعطي حكاية لإحدى الفريقين. الكرة من كارلوس ديمورا سفري عنده حل السفري عالية طويلة مرت وإلى ركلة مرت من ذكريات السفري هذا اللاعب السفري من ذكرياته تشاهد كراته الثابتة مع النادي الأهلي. نعود إلى الخلف قليلا ونعود إلى الماضي قليلا. السفري من اللاعبين الذين شاهدتهم نعم في يوم من الأيام بكرات ثابتة رائعة مع النادي الأهلي، وفي كرات جميلة أيضا حاضرة مع نادي جدة هناك بمدينة جدة أيضا، واللاعب الذي يمتلك قدم يمنى قوية ما شاء الله، اللاعب الذي أعطى إضافة حاضرة أيضا مع الجبلين على مستوى هذا الموسم. بالسلامة للاعب فريق الثقبة ساقط على أرضية الميدان. يبدو لنا دقيقة واحدة تفصلنا عن نهاية الشوط الأول، الشوط الأول الذي حضر بصورة كاملة وواضحة في هذا اللقاء. جولة جميلة، مباراة رائعة، مباراة كانت على مستوى مأمول لكلا الفريقين. الجبلين قدم صورة جميلة، الثقبة قدم صورة جميلة، مباراة بصراحة في شوط أول أعطت لنا وجعلتنا نشاهد مباراة رائعة. هذه اللقطة ولقطة الهدف الأول والوحيد من كرة كارلوس إلى دييغو ميراندا البرازيلي. كارلوس في كرة رائعة إلى دييغو ميراندا، هذه كرة دييغو، هذه لعبة دييغو ميراندا بردة فعل وفرحة نعم غير مستغربة بعد تسجيله الهدف الوحيد والأول في شوط أول جميل للغاية إلى حد هذه اللحظات والثواني المتبقية على نهاية هذا الشوط. ركلة مرمى عند عبد الله البحري، أنت لعب طويلة إلى الأمام، راسية بتصل من الجهة اليمنى إلى سلطان شمري، لقطة سريعة إلى جهة اليسار، عادت بعد ذلك بالطول إلى الجهة اليمنى لصالح الجبلين، وبعد هذه الكرة نعم تأتي صفرة حكم اللقاء الأستاذ خالد صلوي. خالد صلوي نعم في هذه اللقطة أعطى البطاقة الصفراء للاعب فريق الثقبة. هناك الواضح أمامنا في الصورة محمد البرين، ومع اللقطة الماضية ينهي شوط أول ب1-0 للجبلين. شوط ثاني مشاهدينا متابعينا أينما كنتم لا تذوب بعيدا، سنكون على الموعد بحول الله. أمير العمراني البديل، نعم أمير العمراني كان على حساب من في بداية هذا الشوط، وهنا على بركة الله نعود وإياكم إلى شوط مباراة الثانية. الجبلين أصحاب الزي الأبيض، الثقبة أصحاب الزي البرتقالي في هذا اللقاء وفي هذه المواجهة. شوط الأول عن طريق دييغو ميراندا يأتي بهدف وحيد، شوط ثاني كيف ستكون الأمور للثقبة وللجبلين، وهل سنرى هناك بنفس الرتم في الشوط الأول الشوط الثاني؟ الأوراق البديلة والملامح الفنية التي ستظهر على كلا المدربين وعلى كلا الفريقين، فيليب غوفيا مدرب البرتغالي الذي يقود الجبلين أيضا في هذا الموسم، ولطفي رحيم المدرب التونسي الحاضر مع الثقبة. الكرة بتصل إلى وسط الميدان، برافو على دييغو، تمريرة إلى السفري، عادت بعد ذلك إلى قلب الدفاع عبد الله حايف، نظرة إلى السفري ولكن يفكر بالنقلة إلى الجهة اليمنى إلى عثمان مالوم، عثمان الحل، عثمان يلعب لك كرة عرضية رائعة، الكرة الماضية مرت وإلى الجهة اليمنى، مرت اللقطة الماضية، طالت الكرة الماضية وإلى رمية جانبية. هذا هو عثمان مالوم اللاعب التشادي، اللاعب الرائع، اللاعب الحاضر مع فريق الجبلين. تتحدث عن هذا اللاعب الذي أعطى إضافة بلا شك على لفريق الجبلين، اللاعب المواليد 25 عاما مثل البكرية الآن يحضر مع الجبلين
الكرة بتصل إلى عبد الله حايف، نظرة بتعود من عبد الله، سريعة وصلت إلى الجهة اليمنى. أحاديث طويلة كانت في شوط أول، الكرة بتصل إلى الجهة اليسرى وبعد ذلك إلى وسط الميدان. السفري تمريرة إلى الأمام، يبدو لي لا وجود لراية. عبد الإله بخاري، عرضية خطيرة، عادت الكرة الماضية إلى وسط الميدان. هل من مرتدة للثقبة؟ هل من سرعة إلى جهة اليسرى؟ يبحث من خلالها انتظار في هذه الفرصة، ولكن بتصل إلى ماجد هزازي، سريع الكرة الماضية، يبحث من خلاله هناك دييغو ميراندا، مر ميراندا، عد ميراندا، تجاوز في الكرة الماضية، ولكن الكرة بتصل إلى هناك أسامة عمدوني. الكرة بتطول إلى الأمام، استلام رائع، البحث عن مساندة، ولكن وجود رائع حاضرة من المساعد الأول، هناك عمر الجمل. الراية كانت على متعب البناكي، الواضح أمامنا في هذه الصورة، هذه اللقطة وهنا يبدو لنا كان في موقف أوفسايد، في موقف غير سليم للغاية، وبعد ذلك بتصل لصالح الجملين، تمريرة إلى الأمام، بتصل سهلة إلى الجهة اليمنى. البحث في هذه الفرصة وفي هذه اللقطة كانت من أسامة العمدوني. الكرة الماضية، اللقطة الماضية بتصل إلى كارلوس ديمورا، خطير، والكرة من قلب الدفاع وإلى كرة ثابتة لصالح الثقبة. هذا كارلوس ديمورا، وكرة ثابتة يكسب من خلالها الثقبة في اللقطة الماضية، يكسب من خلال الثقبة كرة ثابتة في اللعبة الماضية. نعم بالسلامة أسامة السليم في اللقطة التي مرت من أمام كارلوس ديمورا. هذا هو أسامة وهذا كارلوس. الكرة إلى عبد الله البحري، كرة ثابتة من عبد الله عصام، يلعب له كرة طويلة إلى الأمام والرأسية في اللقطة الماضية، بتصل لي الثقبة صافرة، بتصل بطاقتين صفراء كانت حاضرة في الشوط الأول، كانت حاضرة في الشوط الأول لصالح عبد العزيز أو لصالح عبد الإله الربيعة، في شوطنا الأول حاضر بطاقات صفراء حضرت في هذا اللقاء. الكرة بتصل إلى وسط الميدان، بتعود بعد ذلك من السفري إلى ماجد هزازي، نقلة إلى جهة اليسار، البحث في هذه الفرصة، تمريرة إلى عبد الإله بخاري يرسل لك كرة، بعد ذلك بتصل إلى الدفاع، لا زالت إلى أسامة حمدوني، حذاري، ضغط مستمر من قبل لاعبي الجبلين. الكرة من أسامة السليم من أمام كارلوس ديمورا، يكسب من خلالها رمية جانبية الثقبة في اللقطة الماضية، يكسب من خلالها رمية جانبية الثقبة في الكرة الماضية، ويبدو لنا هناك وجود بطاقة. هذه الابتسامة من فيليب جوفيا، لا نعلم ما هي ردة فعل، يبدو لي أنا مبتسما هنا فيليب جوفيا. تقبل قرار من حكم اللقاء خالد صلوي بابتسامة فيليب جوفيا الذي يتلقى البطاقة الصفراء. رمية جانبية لصالح الجبلين، لم تكن للثقبة في اللقطة الماضية، رمية جانبية من السفري عالية طويلة، ولكن عبد الله البحري في الكرة الماضية، البحري في اللقطة الماضية، وبالسلامة لعبد الإله الربيعة. هذا عبد الله البحري، تمريرة إلى جهة اليسار، لعبة سريعة إلى وسط الميدان. عمدوني يبحثون عن من؟ عن أمير العمران، أمير في ورقة بديلة في الشوط الثاني، أمير الذي يحضر في بداية الشوط الثاني. تحدثت عن أمير، هو أقرب ورقة حاضرة في الشوط الثاني لأن عنده إضافة في وسط الميدان. هذه الكرة الماضية وكرة ثابتة لصالح الثقبة في هذه الدقائق، والكل يتابع، كرة ثابتة في هذه اللحظات، كرة ثابتة في الجهة اليسرى، أنت اللاعب سريع، على زلت طويلة إلى الأمام، فرصة لصالح الثقبة، لمسة ولقطة وكرة، على هذه اللمسة، لمسة كيف مرت من أمام الثقبة في اللقطة الماضية والكرة الماضية واللعبة السريعة، الكرة الماضية، برافو 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 برافو، هنا على أسيست رائع، ولكن الرايح حاضرة نعم في اللقطة التي مرت والكرة التي عدت، وأبتصل لصالح الجبلين، الكل يتابع، لمسة سريعة في الكرة الماضية، تمريرة إلى الجهة اليمنى، ولكن الكرة الماضية مرت. هذا أسامة عمدوني،
وهذه اللقطة التي مرت في اللعبة الماضية، الكرة بتصل إلى وسط الميدان، هناك إلى الجبلين، بتعود إلى الجهة اليمنى عثمان، أول عرضية بتصل إلى وسط الميدان لصالح الثقبة. الدقائق التي نتحدث من خلالها، الكرات التي نتابع من خلالها، الكرة إلى جهة اليسار لصالح الثقبة، ولكن الكرة مرت وإلى كرة ثابتة لصالح الثقبة في هذه الدقائق وهذه اللحظات. الكل يتابع، دقائق سريعة جدا بصراحة، كرة ثابتة لصالح الثقبة في هذه الدقائق المثيرة وفي هذه الدقائق التي تمر من خلال الشوط الأول أو الشوط الثاني عفوا، الشوط الأول الذي كان بشكل رائع بصراحة ما بين الفريقين. كرة بتصل إلى جهة اليسار لصالح فريق الثقبة، المتخصص للكرات الثابتة أسامة بتلعب كرة طويلة، ولكن الدفاع يخرج الكرة الماضية. متابعة من حكم اللقاء وصافرة في هذه اللقطة، مشاهدة هذه الكرة، مشاهدة هذه اللعبة. نعم، القدم صدمت برأس مدافع الجبلين، وبالسلامة للاعب خالد الشويع الذي يعود إلى أجواء هذا اللقاء بعد اشتراك كان حاضر ما بينه وما بين عبد الإله الربيعة. هذا هو اللاعب خالد شويع في اللقطة الماضية، تمريرة من ريكاردو ريبيرو. تحدثنا عن أول لقاء جمع الفريقين وكان في عام 2016 وحضر بالتعادل الإيجابي ما بين الفريقين، هذا اللقاء السابع من ضمن تاريخ لقاءات الفريقين. فاز الجبلين وحضر بالفوز في أربع مواجهات من أمام الثقبة، والثقبة حضر في مواجهة وحيدة بالفوز من أمام الجبلين وكانت في الدور الأول بثلاثة أهداف، وكانت عن طريق أمير عمران الذي يدخل بديلا في هذا اللقاء بهدفين، ومجاهد المنيع الغائب عن أسماء التشكيلة الأساسية. هنا بالسلامة للاعب فريق الجبلين والثقبة ساقطين على أرضية الميدان. عبد الله البخاري أمامنا في هذه الصورة، بالسلامة لعبد الإله، وبالسلامة هناك أيضا للاعب الآخر ساقط على أرضية الميدان لاعب الثقبة. بالسلامة في هذه اللحظات، تلقي العلاج اللازم من أخصائي العلاج. هذا الاشتراك الواضح ما بين اللاعبين في أرضية الميدان. تشاهد الكرة الماضية واللقطة الماضية، وحكم اللقاء يوقف الوقت للحظات لكي نطمئن على سلامة اللاعبين الساقطين على أرضية الميدان. هذا هو كارلوس ديمورا، اللاعب الذي يحضر في وصافة مراكز أو في وصافة هدافين هذه المسابقة وهذا الدوري ب18 هدفا، يبحث عن صدارة الهدافين والمزاحمة ما بين وما بين اللاعب الحاج عثمان باري الذي يتصدر قائمة الهدافين في هذه المسابقة، الحاج عثمان باري لاعب الحزم، بينما اللاعب الآخر إبراهيم السوري الدياموندي لاعب أحد ب17 هدفا الحاضر في هدفي هذه المسابقة. بالسلامة لعبد الإله بخاري، سلامة في هذه الدقائق، وبالسلامة هناك للاعب ساقط لأرضية الميدان في الجهة الأخرى، واطمئنان على سلامتهم في مثل هذه الكرات. الاشتراك يحضر، والاطمئنان على سلامتهم واجب لدينا أيضا في أرضية الميدان. هنا كرة لصالح يبدو لنا الجبلين في هذه الدقائق، هذا هو عبد الإله، وكرة سريعة لصالح الثقبة بتلعب طويلة إلى الأمام، فرصة لازالت، ولكن هنا بتصل إلى جهة اليسار، أمير عمراني في المقدمة يلعب كراس حربة في هذه الدقائق وفي هذا الشوط. هذا أمير عمراني، وفي اللقطة الماضية بعد تحرك سليم، ولكن الكرة طالت وإلى قلب الدفاع وإلى رمية جانبية لصالح الجبلين. هنا كرة إلى عبد الإله بخاري، رمية جانبية في هذه الدقائق. نعم، مباريات عديدة على مستوى هذه الجولة، الجولة 34، مباريات عديدة. الجبلين أمامنا في هذه الصورة من أمام الثقبة، تتحدث عن أيضا هناك النهضة من أمام الخليج في قمة في المنطقة الشرقية، أيضا في قمة في المنطقة الشرقية وبالتحديد بالأحساء، النجوم من أمام الجيل، هناك الفيحاء من أمام هجر، أيضا جدة من أمام الحزم، وغدا سيكون هناك العدالة ضيف على نجران، بينما الساحل من أمام عرعر، والشعلة من أمام الكوكب، والبكرية من أمام أحد، والطائي من أمام الدرعية. إننا
نعم على مواعيد قادمة في هذه الجولة وأيضا في استمرارية لهذه الجولة غدا والجولة القادمة التي ستكون يوم السبت من تاريخ 15 من هذا الشهر. الدرعية من أمام جدة والنهضة من أمام الفيحاء والثقبة من أمام النجوم والطائي من أمام الكوكب وأحد من أمام الجبلين. الجبلين سيواجه أحد على ما على ملعب أحد هناك بالمدينة المنورة، بينما الجبلين سيواجه هناك في الجولة أو عفوا هناك ثقبة سيحضر في الجولة القادمة من أمام النجوم على ملعب الثقبة. هنا كرة مرت سريعة والأوراق البديلة وإجراء عملية الإحماء خارج أرضية الميدان. ها ما ستكون الأوراق البديلة للجبلين وما ستكون الورقة الأولى التي يفكر من خلالها فيليب غوفيا المدرب البرتغالي 47 عاما، ركلة ركنية وحديث من حكم اللقاء وبطاقة صفراء، بطاقات صفراء توزع بالمجان في هذا اللقاء وفي هذه اللحظات. بطاقة صفراء حاضرة على لاعب فريق الجبلين عبد الله حايف في اللقطة الماضية، ركلة ركنية لصالح فريق الجبلين في سيف هذه الدقائق. هل من كرة؟ هل من أصحاب طول قامة؟ الكل يتابع في هذه الفرصة، الكل يتابع في هذه اللقطة على تنفيذها. دييغو ميراندا يلعب لكرة عرضية رائعة ولكن برافو برافو على العمدوني أسامة، بتعود للثقبة لا زالت في المنطقة الخطرة وإلى رمية جانبية لصالح فريق الجبلين. السفري المتخصص في مثل هذه الأماكن على الرميات الجانبية ولكن هذه الفرصة تحضر وإلى الجهة اليمنى لصالح الثقبة، بتلعب طويلة إلى الأمام، لمسة جميلة يا السلام إلى الجهة اليمنى، سريعة 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 الكرة الماضية، طالت اللقطة الماضية من عبد الإله الربيعة إلى رمية جانبية عند عبد الإله بخاري. نعم الربيعة وبخاري في اللقطة الماضية، نعم عبد الإله وعبد الإله في هذه الفرصة، رمية جانبية تصل إلى الخلف، بتعود إلى عبد الله حايف، نظرة إلى الأمام، الكرة الماضية بالطول بتصل من كرة رأسية. نعم عملية دوران تحضر ما بين لاعبي الثقبة، الثقبة يقدم دقائق جميلة في 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 شوط ثاني، تتحدث عن ربع ساعة إلى حد هذه اللحظة. رمية جانبية وهذا عبد الإله بخاري، رمية جانبية بتعود، لمسة إلى قلب الدفاع، أسامة السليم يلعب لك كرة طويلة إلى الأمام، برافو لعبة جميلة ولكن كرة طالت هناك في اللقطة الماضية واللعبة الماضية. بالطول الكرة الماضية على عبد العزيز المطير وإلى رمية جانبية عند ماجد هزازي، ماجد في الجهة اليمنى، رمية جانبية تصل طويلة إلى وسط الميدان، دييغو ميراندا رجل الشوط الأول، لمسة إلى الأمام إلى عثمان مالوم، عادت إلى الجهة اليمنى، كارلوس ديمورا يقوم بالضغط على حمل الكرة في اللقطة الماضية، والبطاقة الصفراء على كارلوس ديمورا، البطاقة الصفراء على كارلوس ديمورا. نعم خمس بطاقات صفراء في هذا اللقاء، والبطاقة الصفراء الخامسة كانت من نصيب كارلوس ديمورا بعد هذا التدخل. بلا شك تدخل من وجهة نظري كان قانوني، لا يوجد به شيء لأنه كان على الكرة، ولكن تدخل كان فيه نوع من التهور، بعد ذلك البطاقة الصفراء كانت حاضرة على كارلوس ديمورا. الكرة بتلعب طويلة إلى الأمام، وصلت للثقبة، البحث في هذه الفرصة عند الإله الربيعة من أمام بخاري وإلى رمية جانبية، إلى رمية جانبية لصالح الجبلين. نعم رمية جانبية لصالح الجبلين. عندما نعطي رأينا في 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 بعض من القرارات وفي بعض من اللعبات، هذه الكرة الماضية وهذه الرمية الجانبية، حديث ليس على الكرة الماضية بل على البطاقة الصفراء التي كانت من نصيب كارلوس ديمورا. عندما يكون لدينا رأي في 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 قرار من حكم اللقاء، وهنا البطاقة الصفراء الثانية ويبدو لنا بطاقة حمراء في هذه اللحظات. نعم تحدثنا عن البطاقات الصفراء التي حضرت في هذا اللقاء، وهنا البطاقة الصفراء الثانية، وبعد ذلك يشير حكم اللقاء إلى البطاقة الحمراء الحاضرة في هذا اللقاء على عبد الإله الربيعة. عبد الإله الربيعة
هنا يتم مراجعة البطاقات الصفراء وحديث مع لاعب فريق ثقبة هنا في الكرة الماضية. هذه اللقطة الماضية عبد الله الربيعة مع عبد الله بخاري حكم اللقاء كان في زاوية واضحة أعطى قرارة وبطاقة حمراء على عبد الله الربيعة. هذه اللقطة التي كانت فيها الراية موجودة والصافرة موجودة. عبد الله الربيعة يترك أرضية الميدان وبطاقة حمراء تحضر في هذا اللقاء. تحدثنا عن البطاقات الصفراء العديدة في هذه المواجهة والبطاقة الحمراء التي تكون من نصيب عبد الله الربيعة. نعم نقص عددي في توقيت صعب جدا بلا شك على فريق الثقبة. هل سيستغل هذا العامل فريق الجبلين؟ نتابع في هذه الدقائق وإلى آخر لحظات هذه المباراة. لسه الوقت مبكر بلا شك على 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 نهاية هذه الدقائق ومن الوقت الأصلي. وبطاقة حمراء تحضر في توقيت صعب جدا على الثقبة. الكرة بتصل إلى كارلوس ديمورا ولكن بتعود سريعة طويلة إلى الأمام إلى أمير عمراني لاعب متمكن ولكن عبد الله حايف مان تو مان. نعم تشاهد الرقابة اللصيقة من عبد الله حايف في أكثر من لقطة. كرة سريعة إلى عثمان مالوم عند الحل عثمان دار. عثمان لعب كرة إلى جهة اليسار لازالت سريعة لازالت بتعود بتصل إلى عبد الله حايف نقلة قصيرة الكرة الماضية إلى الجهة اليسرى لازالت إلى وسط الميدان. نظرة البحث عن ماجد هزازي نعم بتصل إلى ماجد هزازي عرضية ولكن العمدوني ينقذ الموقف في الكرة الماضية في اللقطة الماضية. تصل إلى السفري وإلى رمية جانبية قد تكون ورقة بديلة قادمة للثقبة في هذه الدقائق. قد تكون ورقة بديلة بعد البطاقة الحمراء. نعم يبدو لي لطفي رحيم قد يرمي بالأوراق وقد يحضر بالأوراق وقد تتغير بعض من أمور الحلول الفنية في الشوط الثاني بعد بطاقة حمراء ونقص عددي واضح في أرضية الميدان. عبد الإله بخاري مر بخاري عرضية فرصة للجبلين ولكن الكرة الماضية طالت سريعة إلى متعب. السفر استلام متابعة نقلة سريعة لازالت الجبلين قادم العثمان مالوم الكرة بتصل إلى أسامة السليمة برافو لمسة طويلة إلى وسط الميدان. شاهد الجبلين الضغط المتواصل على علم على على مرمى وعلى المناطق الدفاعية للثقبة. الكرة من عبد الله حايف لاعب قلب الدفاع الذي يتقدم ايضا في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات. كرة الى ماجد هزازي لمسة الى الجهة اليمنى نظرة سريعة هل من كرة عرضية وكرة راسية على هذه اللقطة. راسية جميلة في الكرة الماضية راسية رائعة في اللقطة الماضية وهناك العرضية الجميلة من ماجد هزازي والراسية الرائعة في هذه الفرصة. نعم هذه الكرة هذه اللعبة هذه الراسية التي اصطدمت بعد ذلك ووصلت إلى ركلة مرمى لصالح الثقبة في هذه الدقائق. نعم التبديل حاضر خروج عبد العزيز يبدو لي هناك متعب البناكي الذي ترك أرضية الميدان ورقة بديلة حاضرة في شوط ثاني الورقة البديلة الثانية للثقبة. الكرة إلى رمية جانبية في هذه الدقائق. عبد العزيز المطير كان مشاركا في اللقطة الماضية. الكرة بتلعب سريعة إلى جهة اليسار وصلت إلى وسط الميدان لعبة طويلة ولكن اصطدمت بمتعب السفري في الكرة الماضية أو محمد السفري. هنا الورقة البديلة الثالثة الورقة البديلة الحاضرة في هذه اللحظات وفي اللقطة الماضية. الكرة من هزازي وإلى رمية جانبية يبدو لي ورقة بديلة قادمة ورمية جانبية لصالح الثقبة. رمية جانبية بتلعب سريعة لازالت إلى ماجد هزازي بتعود إلى الدفاع طويلة إلى الأمام في هذه الدقائق. بتصل إلى جهة اليسار بطاقات صفراء عديدة شاهدناها في هذا اللقاء وبطاقة حمراء وحيدة. هنا فرصة وبتصل إلى ريكاردو ريبيرو الذي لم يتم اختباره بالشكل الجيد. عندما تحدث وأقول
لم يتم اختباره بشكل جيد، أي بمعنى لم تصل هناك كرات وفرص حقيقية للثقبة. هددت مرمى ريكاردو ريبيرو في الشوط الأول وفي الشوط الثاني بشكل واضح. الكرة من العمدوني طويلة سريعة إلى عبد العزيز المطير، استلام خاطئ وصلت إلى الجهة اليمنى، لا زالت فرصة عند عثمان، مالوم سريع، مالوم سريع، وكرة ثابتة لصالح فريق الجبلين. هو هذا أسامة، هذا العمدوني مهام دفاعي يقدم، نعم هنا كرة ثابتة لصالح الجبلين. دقائق ولحظات وأوراق تبدل وأمور تتغير، وبطاقة حمراء قد تغير مجرى المباراة تماما. هدف وحيد عن طريق دييغو ميراندا، اللاعب وسط الميدان للجبلين في شوط أول، ولكن الجبلين يريد أن يستغل هذه الظروف وهذا النقص العددي بلا شك. الكرة تصل إلى جهة اليسار، نعم الثقبة بعشرة لاعبين، الكل يتابع، لمسة سريعة، الكرة الماضية طويلة إلى الأمام، سريعة من ماجد هزازي، الكرة الماضية هل خرجت بكامل محيطها؟ نعم، نعم يبدو لي نعم، الكرة تخرج بكامل محيطها على خط اللاين، بعد ذلك ركلة مرمى لصالح فريق الثقبة. هذه اللقطة الماضية، هذه الكرة الماضية، برافو برافو على 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 نظرة جميلة من المساعد الثاني محمد الونيان، المساعد الثاني محمد الونيان. الكرة بتلعب سريعة طويلة، والكرة بتصل إلى جهة اليسار وفي وسط الميدان. هذه الكرة الماضية وهذه الرأسية في اللقطة الماضية، كرة لصالح فريق الثقبة في هذه الدقائق. الكرة بالطول إلى الأمام، بعد ذلك بتصل إلى عثمان، مالوم، عودة إلى الخلف، لا زالت نقترب إلى هذه الدقيقة وإلى ثلث ساعة متبقية من الوقت الأصلي، نقترب إلى 21 دقيقة متبقية من الوقت الأصلي. الكرة بتصل وبتعود إلى الخلف إلى عبد الله حايف، تمريرة إلى اللاب إلى الأمام عند عبد الإله بخاري، ولكن الكرة الماضية إلى رمية جانبية، إلى رمية جانبية في اللقطة الماضية. بخاري في الكرة التي مرت، بخاري في الكرة التي عدت، بعد ذلك إلى رمية جانبية. الكل يتابع هذه كرة عبد الإله، وهنا المتابعة التي تحضر في الكرة الماضية في هذه اللحظات. الكرة من السفري، محمد السفري على تنفيذ الرمية الجانبية الذي تحدثت عنه متخصص الرميات الجانبية. الكرة بتلعب طويلة إلى الأمام، ولمسة وكرة خطيرة من أمام مرمى الثقبة، ولكن الكرة طالت ومرت بسلام من أمام مرمى عبد الله البحري. هذه الكرة الماضية، هذه الرأسية من الحمدوني، وهنا الخروج من عبد الله البحري وبمتابعة أسامة السليم. رمية جانبية من هزازي، ماجد إلى وسط الميدان، لا زالت الكرة تعود إلى الخلف. نعم دقائق مثيرة، رتم سريع في شوط ثاني يعطي أفضلية للجبلين بلا شك. بعد بطاقة حمراء حضرت على عبد الإله الربيعة عرضية، ولكن برافو 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 على هذا اللاعب أسامة السليم، اللاعب الشاب الذي قدم مباراة كبيرة بلا شك في خط الدفاع وفي قلب الدفاع، الذي يمنع الجبلين في أكثر من لقطة وفي أكثر من لمسة وفي أكثر من لعبة بالوصول إلى مرمى فريق المرة الثانية. ركلة الركنية لصالح فريق الجبلين. الكرة بتلعب من هزازي، عودة إلى الجهة اليمنى، حديث مع حكم اللقاء في اللقطة الماضية، وفرصة هنا سريعة كارلوس، ولكن برافو من تصدي من عبد الله البحري الذي يحضر في هذا اللقاء والذي يتابع. الكرة من أمير عمراني، إلى حد هذه اللحظة التي لم تصله أي كرة بشكل واضح إلى حد هذه الدقيقة. الكرة بتعود إلى السفري، يبحث في خلال السفري، نقلة إلى اللب إلى الأمام، ولكن سهلة إلى البحري. نعم في هذه الدقائق هذا السفري يبدو لي الشوط الثاني، وفي هذه الدقائق نحن منتظرين ومتابعين، وهذا اللقاء يشير بأننا سنشاهد هدفا قادم سيكون لصالح حمن، ومن هو الأقرب نتابع وإنا منتظرين. نعم
في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات وفي هذا الشوط. الله على المرور وعلى التخطي من أسامة العمدوني. الكرة سريعة، لم تصل بشكل مطلوب، لا زالت. شاهد الإصرار. الله على المرور بشكل رائع، والكرة الماضية. نعم، فيها قرار، ولكن يبدو لنا بمتابعة. نعم، بمتابعة إلى 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 ماذا؟ إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. شاهد هذه الكرة، شاهد هذه اللقطة، شاهد هذه اللعبة. باع عظيم يبدو لي مع عدلي لابخاري في اللقطة الماضية، وإلى ركلة مرمى. نعم، كرة خالد عبد المنعم من أمام عدلي لابخاري، وكرة إلى ركلة مرمى. حكم اللقاء أعطى فيها قرار، وركلة مرمى لصالح الجبلين. إصرار كبير جدا من عبد المنعم وأيضا أسامة عمدوني. عبد الله بخاري السلام، ولكن استعاد الكرة بشكل رائع. يا الله على دقائق مثيرة، على لحظات رائعة، ولكن تشاهد الكرة الثانية بعد استعادة بعض الكرات من لاعبي الثقبة. تشاهد هناك استعجال في بعض الكرات، استعجال في بعض التمريرات، استعجال في بعض القرارات التي يتخذها بعض اللاعبين في أرضية الميدان. كرة تصل إلى قلب الدفاع، لمسة بعد ذلك إلى عبد الله حايف. عادت بشكل هادئ جدا، يرسل لك كرة إلى الجهة اليمنى، بتعود إلى قلب الدفاع. نظرة، نقترب إلى ربع ساعة متبقية من دقائق أصلية تحضر، ومن وقت متبقي من الشوط الثاني ومن هذا اللقاء. لم يتوقف الشوط الثاني كثيرا. الكرة إلى ماجد هزازي، عرضية إلى كارلوس. يا سلام يا سلام يا جماعة يا جماعة، شاهدوا أسامة السليم، تابعوا أسامة السليم. هنا لدينا فيليب جوفيا، أوراق بديلة. نعم، ناوي على 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 مضاعفة وعلى وصولا إلى مرمى الثقبة، وعلى استغلال هذه الظروف وعلى نتيجة مطمئنة في هذا اللقاء. أوراق بديلة منتظرة من الجبلين، ولكن فرصة أن تصل إلى جهة اليسار. متابعة في هذه اللقطة، نظرة في هذه الكرة سريعة، لا زالت في الجهة اليسرى، تعود إلى وسط الميدان. الكرة طالت، البحث عن أكثر من لقطة عن ماجد في الجهة اليمنى وعن عثمان ملوم. الكرة من العمدوني، أسامة يبحث في هذه الكرة، أسامة لازال. العمدوني في كرة ماضية مرت بشكل رائع، ولكن الكرة الماضية خاطئة من أسامة، تصل إلى هزازي. الله على التمريرة، الله على العرضية، ولكن وجود الراية في الكرة الماضية. المساعد الأول والمساعد الثاني، طاقم تحكيمي بشكل رائع يقدم مباراة جميلة على أكمل وجه. وهنا ورقة بديلة تحضر في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات. نعم، خروج محمد السفري في هذه الدقائق. محمد السفري يترك أرضية الميدان. الورقة البديلة الأخرى في هذه الدقائق، من سيكون ومن سيترك أرضية الميدان؟ نعم، عثمان معلوم البديل في المستبدل عفوا في هذه الدقائق، عثمان ملوم الذي يترك أرضية الميدان في هذه اللحظات. خروج محمد السفري ودخول يحيى القرني، وهناك خروج سلطان الشمري ودخول محمد منصور في بداية الشوط الثاني. عثمان ملوم يترك أرضية الميدان أيضا. هنا بطاقة صفراء تحضر أيضا. هنا نشاهد الشد الواضح، خروج عثمان ملوم ودخول عبد العزيز السعود في هذه اللحظات. الكرة بتصل إلى وسط الميدان، سريعة في هذه اللحظات. الكرة بتصل إلى وسط الميدان، أوراق بديلة حضرت في هذه الأجواء. الكرة بتصل إلى وسط الميدان، بتعود بعد ذلك إلى الجهة اليمنى. نقترب إلى ربع ساعة متبقية. الكرة إلى الجهة اليمنى من ماجد هزازي إلى الجهة اليمنى، ولكن الكرة الماضية
يبحث من خلالها الكرة بالطول، متابعة استعادة الكرة بشكل رائع، يبحث من خلال هذه اللقطة إلى ماجد هزازي الجبلين، يحافظ على كورته عرضية وراسية وبالسلام. السلام السلام، نعم اشتراك كبير في اللقطة الماضية، اشتراك حاضر في الكرة الماضية وبالسلامة للاعب فريق الثقبة الساقط على أرضية الميدان في اللقطة الماضية. شاهد الكرة الماضية، شاهد الكرة الماضية، نعم هناك اللقطة التي شاهدناها مهدي الشويخات الذي يعود إلى أجواء اللقاء بعد اشتراكه في الكرة الماضية مع كارلوس ديمورا. الكرة بتلعب سريع، لا زالت فرصة لثقبة، متابعة هنا في اللقطة الماضية، ولكن الراية الحاضر أول كرة وأول لعبة وأول لمسة بتصل إلى أمير عمراني بشكل رائع، ولكن كان في موقف أوفسايد. الوقت يمر ودقائق تمر إلى حد هذه اللحظة، 1-0 مشاهدينا متابعينا أينما كنتم عبر قنوات كيس سبورت. نشاهد هذه المباراة ونشاهد هذه الدقائق التي تكون بهذه الصورة. الكرة بتلعب سريعة ولكن إلى ريكارد ريبيرو، الجبلين يبحث عن هدف ثاني لكي يحافظ على النتيجة ويحافظ على مستوى هذا اللقاء، بينما الثقبة يبحث بعد البطاقة الحمراء وبعد النقص العددي عن هدف التعادل وعن الوصول إلى مرمى الجبلين. هنا الكرة تصل إلى الجهة اليمنى عالية بالطول، الكرة الماضية وإلى ركلة ركنية لصالح الجبلين، ركلة ركنية لصالح الجبلين في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات. نعم محمد منصور في اللقطة الماضية مع أسامة السليم، محمد منصور الكرة إلى ركلة ركنية. هذا عبد الله البحري قدم مباراة كبيرة جدا بصراحة بلا شك، وهنا دييغو ميراندا ركلة ركنية، الكرة بتلعب عرضية رائعة والكرة فيها تسديد الجول. الله على الجبلين، نعم هدف ثاني رائع في هذه الدقائق التي استغل معها الظروف واستغل معها جميع الأحاديث. كرة جميلة هناك من دييغو ميراندا والتي من خلالها يصل هنا الجبلين بهدف الثاني. الله على كرة جميلة، الله على كرة رائعة، على دقائق يقدم من خلالها هناك فريق الجبلين مباراة جميلة للغاية. هدف ثاني رائع، هدف ثاني جميل عن طريق محمد آل محيميد. شاهد قلب الدفاع، شاهد القدم اليمنى، دييغو يسجل ويصنع في هذا اللقاء هدف الثاني، سجل من خلاله محمد آل محيميد. الله على هدف ثاني جميل، على هدف ثاني رائع، فارس الشمال يسجل هدف ثاني. شاهد الفرحة، شاهد الفرحة، شاهد الفرحة، نعم هدف ثاني يعطي اطمئنان بلا شك لفريق الجبلين. فرصة من عبد الله البحري، حذاري اللعب بالنار في مثل هذه الأماكن. الكرة من أسامة عمدوني بكل ثقة، الكرة تصل إلى وسط الميدان، الجبلين يطمئن من خلال هذه النتيجة. الكرة عند أمير عمراني، عمراني في لمسة في مساندة لم تحضر، ولكن من الخلف أسامة عمدوني، كرة جميلة وطالت الكرة الماضية، طالت اللعبة الماضية. برافو محمد آل محيميد، سجل هدفا ثاني رائعا في دقائق مهمة للغاية. الكرة إلى جهة اليسار سريعة، اللقطة الماضية هزازي في رقابة، هزازي في متابعة، الكرة إلى جهة اليسار عالية طويلة، ولكن ريكاردو 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 ريبيرو ريبيرو يا ريبيرو يحافظ على كورته ويتصدى لكرته في اللقطة الماضية، يتصدى للكرة في اللعبة الماضية. هذا ريكاردو، شاهد الارتقاء العالي، أطولهم قامة وأقربهم في الكرة الماضية، وإلى كرة لصالح فريق الجبلين. عبد الله حايف يبدو لنا قد يترك أرضية الميدان. بالسلامة لعبد الله، بالسلامة لحايف، بالسلامة لعبد الله. الواضح أمامنا في هذه الصورة اللاعب قدم إضافة كبيرة في هذا اللقاء بلا شك، اللاعب الذي عنده إمكانيات كبيرة، واللاعب الذي حضر على مستوى قلب الدفاع، اللاعب الذي
قد يترك أرضية الميدان بعد إشارة حضرت وبعد لقطة حضرت منه في الكرة الماضية وفي اللقطة الماضية باستبداله عبد الله حايف. هل سيكمل المباراة؟ نتابع ونشاهد والاطمئنان على سلامته وتلقي العلاج اللازم خارج أرضية الميدان. الجبلين مشاهدينا متابعينا إلى حد هذه الدقيقة، نعم عبد الله حايف يترك أرضية الميدان في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات. نعم عبد الله حايف يترك أرضية الميدان ونشاهد في هذه الدقائق. نعم هدفين لصالح الجبلين وعبد الله حايف يترك أرضية الميدان ومتابعة مستمرة. الكرة تصل إلى قلب الدفاع، لمسة تعود بعد ذلك سريعة إلى ريكاردو ريبيرو، لمسة إلى عبد الإله بخاري ولكن طالت من عبد الإله ظهير الأيسر الذي أعطى بصراحة في الجهة اليسرى. هناك نزعة هجومية على مستوى الدقائق المثيرة. الكرة تصل طويلة بعد ذلك لصالح يبدو لي الجبلين على 7 دقائق متبقية في الوقت الأصلي والكل يتابع هذه الكرة الماضية، هذه اللعبة الماضية وإلى ركلة مرمى لصالح فريق الجبلين. خروج عبد الله الشمري ودخول حسين هوساوي. حسين هوساوي وهنا لقطة عبد الله الشمري وأيضا في الكرة الماضية بعد خروج عبد الله الشمري الذي تحدثنا عنه. عبد الإله بخاري في الكرة الماضية وبعد الاشتراك حديث مع حكم اللقاء صافرة. بالسلامة لعبد الإله، بالسلامة لبخاري في الكرة الماضية. بطاقة حمراء حاضرة كانت في هذا اللقاء، كل عوامل كرة القدم حضرت هذه اللقطة الماضية، هذه الكرة الماضية بعد تدخل واضح على عبد الإله بخاري. كرة بتصل إلى الجهة اليمنى. الثقبة قدم مباراة بلا شك كبيرة جدا بصراحة، عندما تتحدث عن فريق في المركز 18 ويقدم مباراة جميلة للغاية بغض النظر عن المركز، الثقبة باسمه وبلاعبيه وبمستوى الذي شاهدته في الدوري الأول، الثقبة عنده الإمكانيات وعنده هناك الصورة الجميلة للغاية، ولكن قد تكون ظروف المباراة والبطاقة الحمراء أعطت هناك أمورا مختلفة كما شاهدنا في شوط أول رائع، ولكن الجبلين حضر بشكل جميل بلا شك كما شاهدنا في أكثر من جولة. الجبلين الإصرار الواضح، الإصرار الجميل، الجبلين الذين من خلاله والذي من خلال جمهور حائل الذي ينتظر هناك إن لم يكن الجبلين سيكون الطائي في منافسة قوية وحاضرة، ولكن الأمور تبدو لي إلى حد هذه الجولة الجبلين الأقرب وإنا من النام المنتظرين في الجولات القادمة. أجمل ما في هذه المسابقة ومن الأشياء الجميلة بصراحة عندما تكون متابعا إلى آخر جولة، من هو البطل، من هو الحاضر، من الذي سيتأهل، من الذي سيكون حاضر في 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 الهبوط، وأيضا في جولات أخيرة الأمور قد تنقلب رأسا على عقب، الأمور قد تتغير في لحظة. هذه هي متعة كرة القدم، وكل هذه الأمور لن تشاهدوها إلا في أجواء كرة القدم في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى. يعني في أوقات صعبة جدا، في أوقات صعبة جدا، ولكن الحزم تهل رسميا. هنا فرصة للجبلين ولقطة كارلوس دي مورا. الله، أوهو. بطاقة حمراء ثانية في هذا اللقاء، مباراة مجنونة في هذه الدقائق ومباراة تعطي هناك أمورا مختلفة وتعطي هناك رواية أخرى ستكون للذكرى وستكون للتاريخ. مباراة البطاقات الحمراء، البحر تصدى بشكل جميل وتصدى لكرة أخرى، ولكن نشاهد الصورة، نشاهد الصورة. يبدو لي يبدو لي يبدو لي يبدو لي لمسة يد على عبد الله البحري وحكم اللقاء، حكم اللقاء كان قريب في الكرة الماضية. البطاقة الحمراء على فكرة،
على فكرة المباراة الماضية التي أو آخر مباراة جمعت الفريقين في الدور الأول، آخر مباراة جمعت الفريقين في الدور الأول انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حضرت من خلالها البطاقة الحمراء. يعني شاهدنا مباراة للجبلين والثقبة، والثقبة والجبلين حضرت في ملعب الجبلين والثقبة، بطاقة الحمراء ستكون حاضرة. البطاقة الحمراء تحضر أيضا هنا المرة الثانية على عبد الله البحري. كان رجل المباراة بكل تأكيد، كان رجل المباراة بلا شك هذا عبد الله البحري. هذا عبد الله البحري قدم إضافة كبيرة، قدم جرينتا واضحة، قدم قتالية، ولكن الظروف عكسك يا عبد الله، الظروف ضدك يا عبد الله البحري. إنني أقف أمام جميع الأمور وجميع الحلول وجميع الكرات، وآتي بالتصدي وأقف وأحمي عريني، ولكن إن كانت هناك مواقفا حاضرة سأتذكر البطاقة الحمراء في دقائق متبقية من أمام الجبلين. رسالة وحديث من عبد الله البحري الذي يحضر في هذه اللقطة، عبد الله البحري الذي يتقبل القرار بكل تأكيد من حكم اللقاء الأستاذ خالد صلاوي. نعم بلا شك غضب واضح وردة فعل واضحة في هذه اللحظات، غضب ليس على القرار بل على النتيجة وعلى الظروف وعلى الأمور، ولكن برافو يا عبد الله، هي بطاقة حمراء ليست نهاية مسيرة. مباراة كانت جميلة بلا شك قدمها هذا الحارس، ولكن هنا الورقة البديلة في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات، الورقة البديلة هنا الحارس مهدي الشويخات. اعذرنا يا مهدي، تحدثنا عنك وجعلناك لاعبا في دقائق الماضية، في لقطة كانت في الدقائق الماضية. الآن حارس المرمى البديل مهدي الشويخات في دقائق متبقية من الوقت الأصلي، عبد الله البحري يترك أرضية الميدان بحسرة وبندم بلا شك في هذا اللقاء، ولكن برافو يا عبد الله، مباراة جميلة بلا شك قدمها ثقبة في هذا اللقاء، والجبلين أيضا الذي قدموا مباراة للذكرى. نعم هذا عبد الله البحري الذي ترك أرضية الميدان، ومهدي الشويخات الذي يأتي بديلا. هنا أيضا ورقة أخرى من لطفي رحيم الذي يأتي بالورقة الأخرى بخروج من سيكون حاضر في هذه الدقائق. يبدو لي عبد العزيز المطير. نعم عبد العزيز المطير الذي يترك أرضية الميدان والبديل في هذه الدقائق. هناك خالد الغوين، هنا مهدي الشويخات في الكرة الأولى وفي اللحظات الأولى منذ دخوله كحارسا بديلا في هذه الدقائق، كرة ثابتة لصالح فريق الجبلين. الكل يتابع، حائط بشري من 4 إلى 5 لاعبين في لحظات أخيرة من الوقت الأصلي في مباراة تحضر لصالح الجبلين هدفين، هدف عن طريق دييغو ميراندا في الشوط الأول، وهدف عن طريق محمد آل محمد في شوط ثاني. دييغو رجل المباراة بلا منازع بعدما سجل هدف وصنع الآخر في شوط ثاني، سجل من خلاله محمد آل محمد. دييغو ميراندا البرازيلي في هذه الكرة، دييغو تسديدة رائعة عادت إلى ميراندا، مر بشكل رائع، مر بشكل جميل، ابتصل إلى الجهة اليمنى سريعة إلى الأمام، لا زالت إلى عبد الله بخاري بطول الكرة الماضية، اتصل إلى ريكاردو ريبيرو بهذه الصورة وبهذه الدقائق وبهذه الكرة وبهذه اللوحة التي رسمت لنا في هذا اللقاء. وهنا فرصة سريعة لم تصل إلى كارلوس ديمون. بهذه الأمور وبهذه الجولة وبهذه الدقائق أقول وتحدث، الجبلين يصل بشكل رائع وجميل في هذه المباراة بثلاث نقاط يحرزها من أمام الثقبة. الكرة تعود إلى الخلف لصالح الجبلين، لم تأتي الدقائق الوقت بدأ ضائع ولم تأتي الشارة،
يبدو لي حكم اللقاء الأستاذ خالد صلوي، يبدو لي نعم هذه اللقطة وكأنهم استمعوا لحديثي. نعم 4 دقائق كوقت بدأ الضايع، وكأنهم استمعوا للحديث يبدو لنا في هذه اللقطات. نعم 4 دقائق مرت، يبدو لي نقترب على الدقيقة الثانية من الوقت بدأ الضايع في هذا اللقاء، من المباريات الجميلة، من المباريات الرائعة، ومن المباريات التي ستبقى في الذاكرة بلا شك. الكرة إلى جهة اليسرى، تمريرة من دييغو ميراندا إلى ماجد هزازي، عالية طويلة خطيرة، ولكن الكرة مرت سريعة إلى المحسن، هنا البديل صاحب الرقم 7 عادت إلى الخلف، وصلت بشكل جميل. لا زال شاهد الإصرار، شاهد الإصرار، شاهد الإصرار. نعم لا يريدون كرات مرتدة، لا يريدون هناك إعطاء مساحة كافية، لا يريدون التحرك بدون كرة بشكل واضح. وهنا ورقة بديلة لصالح فريق الجبلين، لصالح فريق الجبلين في هذه الدقائق. الكل يتابع، دييغو يترك أرضية الميدان بعدما قدموا مباراة كبيرة جدا، بعدما قدموا مباراة جميلة للغاية. الكرة تصل إلى الجهة اليمنى لصالح فريق الثقبة، كرة بتلعب سريعة، لا زالت الكل يتابع الكرات التي تستمر في هذه الدقائق. نعم الكرة سريعة بتصل إلى الجهة اليمنى، ولكن الكرة الماضية، اللقطة الماضية، الكرة التي مرت بشكل سريع، خروج دييغو ميراندا ودخول مراد الرشيدي. مراد الرشيدي، كرة إلى ركلة ركنية لصالح الجبلين، مراد الرشيدي على تنفيذ هذه الكرة. هذا مراد الرشيدي، لا تعتقدون بأنه هو فابيو مارتينيز لاعب الشباب، هذا مراد الرشيدي شبيه لفابيو لاعب الشباب. هنا عدري لابوخاري، كرة جميلة إلى وسط الميدان، لمسة طويلة إلى الأمام، والكرة الماضية مرت وإلى ركلة مر. يعني بعض من الدعابة بلا شك شبيه مراد الرشيدي البديل، اللاعب الذي يدخل بديل على حساب دييغو ميراندا. تشاهد الشبه الكبير ما بينه وما بين اللاعب المحترف للشباب، اللاعب الحاضر مع الشباب فابيو مارتينيز الذي يقدم إضافة كبيرة بلا شك. هناك مع عدة الأسماء، هنا الكرة بالطول، وهنا مع هذه الكرة ينهي حكم اللقاء الأستاذ خالد صلوي هذا اللقاء. نعم بفوز الجبلين الذي يحرز 3 نقاط كانت مستحقة في هذا اللقاء، بعدما قدموا أيضا مباراة كبيرة للغاية. هنا من هذه الأسماء الجميلة، ريكاردو ريبيرو، دييغو ميراندا، كارلوس أديمورا، وهناك أيضا الثقبة رغم الظروف، ولكن بعد هذا الهدف الجميل والرائع في الشوط الأول عن طريق دييغو ميراندا الذي سجل هدفه أولا رائعا في هذه اللقطات في شوط أول، هدف جميل وهدف رائع كان عن طريق هذا اللاعب دييغو ميراندا في شوط أول قبل نهايته بربع ساعة، والفرحة الرائعة. هنا كرة دييغو أيضا بتسديدة رائعة، وبمتابعة محمد المحيمين المدافع أصبح يزاحم المهاجمين في أجواء الهدافين وفي صدارة الهدافين وفي الأهداف الجميلة. مباراة جميلة، مباراة رائعة، فارس الشمال يستحق نعم 3 نقاط مهمة في هذا اللقاء. ثقبة قدم مباراة كبيرة، الظروف حضرت في الشوط الثاني غيرت مجرى المباراة والحلول الفنية، ملامح صمت واضحة للطفي رحيم، ولكن فرحة واضحة ورائعة هناك عند فيليب جوفيا البرتغالي. أتمنى أنني وفقت في هذا اللقاء بالوصف والتعليق، كنت معكم عبدالله العمري، أتمنى أنكم استمتعتم في هذه المباراة وفي هذه الجولة، سأكون معكم في الجولات القادمة من هذه المسابقة ومن مسابقات أخرى عبر قنوات كي اس اي سبورت. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم بحفظ الله ورعايته.